Hey, what's up, guys? This is me again, Amin Bouidi. Assalamu alaikum. Welcome back to another podcast with me holding a black coffee in hand and a board pen in another one. I hope you are doing great, and I hope also that you had already started exam preparation, and I wish a very good luck to each of us in the exam. اليوم إن شاء الله غادي نهضر على British Culture and Society ديال S3. British Culture and Society فيها جوج ديال الكتب أساسيين. الكتاب الأول ديال ريتشارد اللي هو Britain Today، والكتاب الجوج ديال تشارلز ديكنز اللي هو The Personal History and Experience of David Copperfield the Younger. اليوم إن شاء الله غادي نركزوا فقط على الكتاب الأول ديال ريتشارد ميزمان اللي هو Britain Today. The book Britain Today by Richard Misman فيه بزاف ديال النسخ، ولكن النسخة اللي كنقراوها حنايا نشرت سنة 1977. هذا الكتاب الهدف الأساسي ديالو هو أنه يقرب القارئ والطالب خصوصا من الثقافة البريطانية. ومني كنقول الثقافة البريطانية كنعني الخصائص اللي كتميز البريطانيين. هذه الخصائص كنلقاوها في اللغة، الدين، المعرفة، الطبخ، الرياضة، الموسيقى والسياسة والعادات الاجتماعية إلى غير ذلك. هذا الكتاب كيتكون من 10 ديال المحاور الأساسية. اليوم إن شاء الله غادي نركزوا فقط على جوج ديال المحاور الأول. Introducing the British هو المحور الأول في هذا الكتاب، هو ماشي قصة ولكن عبارة عن سرد للأحداث اللي كتعيشها الشخصيات البريطانية. ولاحظوا مزيان المصطلح اللي استخدمت، شخصيات بريطانية وماشي شخصيات إنجليزية. عدد هاد الشخصيات هو 19 شخصية، وماشي مهم شكون هي هاد الشخصيات، ولكن المهم طريقة التفكير ديالها، طريقة العيش ديالها، وطريقة التفاعل ديالها داخل المجتمع البريطاني. هاد الشخصيات كتمثل ثلاثة ديال الطبقات الاجتماعية. طبقة اجتماعية فقيرة اللي كتمثلها The Williams Family، طبقة اجتماعية نوعا ما متوسطة اللي كتمثلها The McDonald's Family، وطبقة اجتماعية راقية أو طبقة اجتماعية غنية اللي كتمثلها البلكني Family. طبقات اجتماعية مختلفة كتعني حاجة واحدة، ميول فكرية وانتماءات سياسية مختلفة. في هذا السياق الكاتب ذكر 6 ديال المصطلحات خاصكم تكونوا عارفينها. المصطلح الأول هو أونتي إستابليشمنت، هي وجهة النظر أو الفكرة اللي كيتبناها جيريمي مارتن. هو واحد المعتقد مبني على فكرة أن الشخص يكون ضد أو معارض للقيم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التقليدية للمجتمع. هذا المصطلح استعمل لأول مرة سنة 1958 في واحد المجلة بريطانية. المصطلح الجاوج هو conservatism، هو المبدأ اللي كيتبناه سير إريك بلاكني. هو اعتقاد قائم على أهمية وقيمة الممارسات التقليدية المتبعة في السياسة والمجتمع، وأهمية الحفاظ عليها بدون القيام بأي تغيير. وسطر مزيان على بدون أي تغيير. المصطلح الثالث هو conventional، ترجمة ديال هذا المصطلح كتعني شي حاجة متعارف عليها، يعني ممارسة أو سلوك أو فعل مقبول من معظم الناس، شي حاجة تقليدية أو معتاد عليها. المصطلح الرابع هو Labour Party، حزب العمال البريطاني. في البدايات ديال هذا الحزب كان يكون من لجنة الدور ديالها تمثيل العمال أو مصالح العمال في البرلمان. أول فترة ديال الحكم ديال هذا الحزب كانت ما بين 1929 و 1931. المصطلح الخامس هو Communist Party أو الحزب الشيوعي، هو أيضا حزب سياسي، ولكن اللي يميز هذا الحزب هو المراجع دياله كارل ماركس لينين إلى غير ذلك، والهدف دياله في تحقيق بريطانيا الاشتراكية. وكإضافة لهذا الحزب عنده جريدة خاصة به سميتها The Morning Star. المصطلح السادس والأخير هو Liberal Party، من أهم الأحزاب في المملكة المتحدة في الفترة ما بين القرن 19 وبداية القرن 20. المبدأ الأساسي للحزب هو الحفاظ على الحرية الفردية. إذا فهمتوا هذه المصطلحات مزيان واستعملتوها في الجواب ديالكم في الامتحان of course in the right context، غادي تكون إشارة قوية لأنكم مطلعين على الثقافة البريطانية بعمق. And in this way I am sure that you will convince the professor that you deserve the highest mark.